أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن مجموعة السفن الروسية بقيادة حاملة الطائرات والطراد بطرس الأكبر قد وصلت البحر الأبيض المتوسط. وانتقد شويغو الناتو لقيام دول الحلف الواقعة على البحر المتوسط بعدم السماح للسفن الروسية بالرسوب في موانئها لإعادة التزود بالوقود أو الحصول على إمدادات، لكنه أضاف أن ذلك لم يؤثر في المهمة البحرية لأن لديهم جميع اللوازم الضرورية لاستمرار الإبحار. كما قال الوزير أنه يجب على الدول الغربية أن تقرر من تحارب في الحقيقة، الإرهابيين أم روسيا، مشيرا إلى أن نقص التنسيق بين مختلف الأطراف في سوريا يعرقل الحل السياسي.